حنا درنا واحد الجوله ميدانيه واكتشفنا اكتشفنا المشاكل ديال المهنيين في مرزوقه، ودرنا واحد الجلسه مع المهنيين ومع المنتخبين، وتكلمنا ايضا على المشاكل اللي عندهم هنايا، وتحاورنا على كيفاش يمكن لنا نساعدوا لتطوير المنتوج السياحي في هذه المنطقه، وكيفاش يمكن لنا نزيدوا في هاد العمل، حيت كاين واحد المؤهلات السياحيه مهمه في هاد المنطقه، وهاد القطاع اللي كيخدم على قطاعات اخرى كالصناعه التقليديه كالفلاحه الى اخره. اذا هاد القطاع مهم، وتكلمنا مع المهنيين كيفاش يمكن لنا نزيدوا نطوروا هاد المنتوج. حنا هذا هو الهدف اللي تكلمنا مع المهنيين ومع الناس اللي ساهموا لهذه الجلسه، وهو شنو اللي يمكن لنا نديرو في المدى القريب وفي المدى البعيد، ولكن شي حاجه اللي بعده باش الناس يحسوا بان راه كاين شي اهتمام، وكاين حيت هاد الوجهه مهمه، باش ساعتين ولا ثلاثه السوايع من اوروبا وتلقى هاد الواحات وتلقى هاد الوديان وتلقى هاد الشيء راه استثنائي. واذا هاد الشيء لصالح الوطن كعامه، واذا هاد الشيء الهدف نكونوا براغماتيين ونديروا شي حاجه اللي غادي تكون ان شاء الله دابا، وفي اعاده التاهيل بعض المواضيع شي حاجه اللي غتبان ان شاء الله على المدى القريب.